那啥，大事干干，那啥有大事干干，哪里出的都干干，弄个大事。我们老师不跟我们说，我们领导他们老师里面，俺们。اليوم عندنا فرصة طيبة جدا للتواجد مع الوفد الياباني ومجلس الأعمال المصري الياباني ونظام الجاتو. احنا مش بنتكلم كتير، احنا امبارح النهارده اتفاقات كتير وتواصل كتير جدا بين الجانب المصري والجانب الياباني، زي ما سمعت معالي الوزيرة الدكتورة سحر ذكرت في لقاء الاستثمار وكلام الصناعة امبارح، لقاء موسع في الوزارة، وطبعا كل الكلام ده في لقاء حكومة الرئيس صباحا. النهارده عندنا اجتماع تاني عشان نناقش تفاصيل أكتر ودعم للمستثمرين اليابانيين، ويعني الاتفاق على فرص استثمارية جديدة هتكون إن شاء الله بإذن الله عند معالي رئيس الوزراء. الحقيقه بحافظ بس اهم حاجات ناقشنا فيها من منطلق التجاره والصناعه، يعني تفضل كلمه زميلتي معالي الوزيره صباح قالته كاستثمار. احنا اتكلمنا في امكانيه التعاون بشده في الاستثمارات الصناعيه، وخصوصا لما تكون المكونات الماكينات الكبرى والسيارات والسيارات الكهربائيه من منظور ان مصر تكون منطقه للصناعه وليس للسوق المصري. واتكلمنا من منظور او من منطلق انه الصناعات كثيفه العماله تحديدا، ان هي بتكون عندها فرصه كبيره جدا في بلاد زي مصر، واضافه الى موقع مصر الجغرافي اللي بيديها انها تكون قريبه جدا من سوق اوروبا، والتمتع بالفئات التجاريه بين مصر واوروبا، بين مصر وافريقيا. اضافه الى الخطوه قبل كده اللي هو ايدي العماله تكون بشكل اقتصادي لها مطلوب جيد جدا. اتكلمنا في المجال ده والتعاون في القطاع ده، وان شاء الله باذن الله في خطط وفي شركات متقدمه وهنكمل في الموضوع. الموضوع ده كان مهم جدا، اتكلمنا فيه ازاي نتعاون ونستفيد بالخبره اليابانيه في خبرتهم في الاستعانه او تنظيم عمل الصناعات الصغيره والمتوسطه اللي بتشكل 97.7 زي ما بيقولوا في المية من حجم الاقتصاد الياباني. تصور حضرتك انه 97% من الاقتصاد الياباني اللي بتكون فيه الشركات الصغيره المتوسطه، 70% من القوى العامله في اليابان بتكون على الشركات الصغيره المتوسطه. فالحقيقه ده كان قطاع مهم جدا من كل الوزراء، يعني كل الوزارات تتعاون فيه، ناخد الخبره، ناخد الاستفاده ازاي نعظم دور الشركات والمشروعات الصغيره والمتوسطه في مصر بالاستفاده من الخبره اليابانيه. ووزاره جيتش والحقيقه عرضت عليها انها ممكن تساعد في الموضوع ده، واضافه انه اذا كان المنتجين، يعني اليابان من اكبر الدول المصدره، فاذا كان اقتصادها أكثر من 90% شركات ومشاريع صغيرة متوسطة، يبقى معظم الصادرات طالعة منهم، يبقى هم عندهم منظمات وشركات تجارية كبرى تريدنج هاوسز بتتعامل مع هذه المنتجات وهؤلاء المصنعين وتخرج بصناعتهم للدنيا. والنموذج ده احنا الحقيقة محتاجينه جدا، لأن احنا عندنا كثير من الصناعات المتوسطة والصغيرة اللي قد يكون ما عندهاش قدرة على الجهد التصديري، لكن كل بضائعها قابله جدا ومطلوبه للتصدير. فده نموذج الحقيقه اصلا هو كان موجود، يعني اللي سمعنا قبل كده النموذج ده كان في فكر الوزاره من الثلاث اربع اتجاهات اللي بيهم رئيس الوزاره احنا شغالين عليه، لكن طبعا ان احنا نستفيد ونتعاون بخبره رأسا مع المجال الياباني في الموضوع ده، مهم جدا ان ده بيعصر صادراتنا وبيدخل القطاع اللي هو ممكن يكون بينتج منتج ممتاز ومطلوب اللي مش قادر يصدره يحطه على التراك او على الطريق المستقيم. الحاجه الثانيه اللي اتكلمنا عليها الحقيقه
تاخد بعض البلاد الافريقيه يعني اخر مرحله في التجميع النهائي خالص عندي كنت مصري ياباني افريقي. برضه دي من المواضيع اللي الوزاره متبنياها من 6 7 شهور ازاي نتشارك مع شركائنا في افريقيا واخواتنا في افريقيا ان احنا نبدا معاهم طموحهم الصناعي. هو لسه ما يقدرش يعمل اكثر من تجميع او خطوات بسيطه جدا صناعيه اقدر اصدر له المنتج شبه مفكك مش مفكك بالكامل شبه مفكك. المنتج ده يكون معمول في مصر مصري ياباني يروح في بعض الدول الافريقيه يتجمع ويبقى منتج افريقي مصري ياباني وبالتالي يبقى منتج وطني في بلاده وياخد افضليه زي ما احنا بيبقى عندنا افضليه للمنتج المصري. الاتجاه ده